يوم الأحد 2 فبراير كان اليوم الأخير من البطولة الدولية لمحترفي الجولف في نسختها الثانية واللي استضافتها السعودية في جدة من تنظيم الاتحاد السعودي للجولف، وفاز باللقب لاعب الجولف الإيرلندي غرام ماكداول. التورنمنت بدأ يوم 30 يناير على ملعب الجولف رويال جرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وشارك فيه نخبة من نجوم العالم من ضمنهم المصنف رقم واحد على العالم بروكس كابكا، وبطل السنة الماضية داستن جونسون، وبطل بطولة بريطانيا المفتوحة شين لاري، بالإضافة للعديد من نجوم الجولف العالميين اللي تنافسوا على جوائز مالية قيمتها أكثر من 3.5 مليون دولار. وهالحدث الرياضي المهم ما كان بس مباريات الجولف، وإنما كمان كان في مجموعة من النشاطات والفعاليات الترفيهية ومن الحفلات الغنائية اللي أحياها نجوم عالميين مثل براين آدمز. ودانا كانت هميك. فأمتع مغني الروك الكندي براين آدمز جمهوره بأهم أغانيه مثل هيفن، أكيد الهيت Everything I Do. After the games عم بتصير huge concerts، عم بيجوا عليه نجوم عالميين من كل محل في العالم. صحيح. كمان هذا الشيء عم بتم إقامته هون بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. أدي هذا الشيء مهم لكم؟ أول مرة تجي للمملكة العربية السعودية. أمثال براين آدمز، ديمتري فيغاس، لايك مايك، لويس فونسي، أسماء صراحة يمكن كثير من الأشخاص يمكن مو بالضرورة يعرف الاسم، لكن أغانيهم معروفة على مستوى العالم بشكل مو طبيعي. والحمد لله إقبال التذاكر كان جدا ممتاز. وتواجد أيضاً الدي جي العالمي زاد، بالإضافة للويس فونسي اللي أكيد غنى ديسباسيتو. هالحفلات الموسيقية جمعت آلاف من عشاء الموسيقى ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية للغولف. اليوم اللي نشهده صراحة كإيفنت عالمي السعودية الدولية لمحترفين الغولف في نسختها الثانية. النسخة الأولى الحقيقة أخذتنا لتقريبا 860 مليون شخص سمعوا عنا على مستوى العالم، دخلنا تقريبا 450 مليون بيت على مستوى العالم. شجعنا للاستمرار بالتعاون مع الاتحاد السعودي للغولف ومع هيئة الرياضة إنه نستضيف البطولة نفسها في نسختها الثانية داخل المملكة العربية السعودية داخل ملعب الرويال جرينز في المدينة الاقتصادية. منافسات بطولة السعودية الدولية للغولف شهدت السنة مشاركة أكثر من 132 لاعب من مختلف أنحاء العالم للفوز بلقب البطولة اللي تعد جزء من الجولة الأوروبية للغولف. وتواجد المصنف الخامس عالميا داستن جونسون واللي فاز السنة الماضية بالبطولة بجدة. Today was pretty solid. Gave myself a lot of chances. But yeah, I'm pretty pleased with the round. أما اللاعب السويدي هنريك ستنسن فأبدأ إعجابه بمستوى لعبة الغولف في المملكة العربية السعودية. Golf is new in Saudi Arabia and a lot of efforts being made to promote the game and grow the game and I think we're going to see a lot of things being done in the next 10 to 20 years in terms of building golf courses and facilities and introducing the game to the local peoples. وبالفعل لعبة الغولف بدأت تلاقي اهتمام كبير من الشباب السعودي، مثل عثمان الملا اللي يعد أول سعودي بيحترف رياضة الغولف في المملكة. شو إحساسك وأنت اليوم كنت واقف مع the biggest players موجودين بالعالم بالوقت الحالي؟ والله حلم، يعني صار لي سنتين الحين عايش الشيء اللي كنت أحلم فيه طول حياتي، وأنه أول شيء أكون محترف في رياضتي المفضلة وأني أمثل البلد في محافل دولية زي كذا. فالسنة اللي فاتت كنت أحس أنا مو نفسي، قاعد أطالع نفسي من بعيد كذا. الحمد لله بعد السنة هذه تعلمت الكثير عني كشخص وعن رياضتي وعن كيف أكون محترف. يعني كون لاعبين عالميين يجون يلعبون عندنا في المملكة العربية السعودية هذا شيء كبير نفخر فيه جميعا، وكوني أنا كمحترف واثنين أخواني في المنتخب السعودي كهو مشاركين هذا شيء يدفعنا جميعا للأمام الحمد لله.